الجزائرية. القناة الصوت الأقرب إليك. الصوت الأقرب إليك. الخامسة مساء بإذاعة الجزائر، تحية طيبة لكل المستمعين الكرام. تفاصيل النشرة الجهوية تقرأ عليكم ليلى غشر. مساء الخير ليلى. أهلا بكم، والبداية مع أبرز العناوين. مترشح المؤسسات العقابية لامتحانات البكالوريا بولاية معسكر يرفعون التحدي لنيل هذه الشهادة المصيرية والاندماج في المجتمع. ولاية بسكرة تحقق نسبة نجاح قياسية في امتحانات شهادة التعليم الابتدائي تجاوز 93%. إذاعة خنشلة الجهوية تنظم أسبوعا حول السلامة المرورية، والولاية تسجل انخفاضا في عدد حوادث المرور. وفي غردايا معرض لتسويق الزربية التقليدية الجزائرية في الأسواق الأوروبية بمشاركة خبراء من ألمانيا.